يا جماعه اللي بيحصل ده عيب قوي، تموتم في الغرس والفضايح. ناقص تيجوا كمان وراني على بيت السيد الوزير اللي هو في 5 شارع الشهيد صلاح ابو المحاسن اللي في اخر مترو مرغني. ما تيجوا بقى معانا، ما ده اللي ناقص، ده حاجه عجيبه. الرخص لو سمحت. ايه يا اخوان، ده عربيه السيد الوزير مذكوره بالمجد فتحي، وبعدين عشنا وشوفنا كمان الوزراء يقفوا في الجاي. اركب يا حمار. حضر يا سعاده الباشا، معلش اصل هو سياده الوزير متوتر شويه، لان الست مراته القديمه قفشته مع البنت الجديده اللي هو متجوزها في حاله تلبس، بس نرجوكم الموضوع ده يظل في اطار الكتمان. اركب يا حمار، اركب. معاك يا باشا، معاك. المسألة مش سهلة، ولابد أن تكون في إطار الكتمان. الأزمة ما زالت مشتعلة، فيه أطراف كتيرة متواطئة. يعني مثلا إيه اللي عرف السيد اعتماد؟ محدش يعرف. إيه اللي خلى السيد اعتماد تروح تقفش جوزها السيد الوزير في اللوكاندا وهو متلابس مع مراته الجديدة؟ برضه محدش يعرف. من هي اليد الآثمة التي أحاكت هذه المؤامرة التي أدت إلى هذا الوضع الراهن؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه على الساحة الآن. هل يبقى الوضع كما هو عليه؟ أم يحدث جديد؟ هذا ما سوف تحدده الأيام القادمة الحاسمة. محروس أبو العافية من آخر مترو مرغني محطة سي اف اي سي. مستحيل يا مذكور، مش ممكن أعيش معاك هنا مرة تانية أبدا. فخلاص يا اعتماد، قلت لك نزوه واي راجل ممكن يقع فيها. ما هي لو نزوه كان ممكن تعدي يا باشا، انما لقينا في الموضوع كله انك انت اتجوزت عليه، ومفيش حاجه تشعل للست ولا تغلها الا لما جوزها يجيب لها دور. احط ايديه كمان؟ ايوه حط. اخص عليك، بعد العمر ده كله تتجوز عليا؟ بعد 20 سنه؟ ده انا هفضحك، هجرسك، هخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك. يا اعتماد، ما الناس كلها عرفت واتفرجت، قولي لي عايزه ايه وانا مستعد اعمله. خلاص ساهت ولقيناه. ايه؟ اهو الباشا اعترف بغلطته وممكن يصلحها. تطلعها؟ اطلعها. ودلوقتي حالا؟ ودلوقتي حالا. انا اقول يعني انا خايف ليكون الباشا اتورط في مؤخر كبير ويبقى موته خراب ديار. ابو قرنين ده يخرج من هنا حالا. ابو قرنين مين؟ انت ابو قرنين ودلدول؟ لا يا باشا بصراحة بقى، يعني ما لو البلد عرفت ان انا ابو قرنين ودلدول هيبقى مش كويس. بره بره، مع بعضينا يعني. بره مع بعضينا يا باشا. بره. ما صحش يعني الواحد قال عليها. بره بره بره. تعمل ايه خلاص خلاص يا اعتماد، مشي الدلدول، الدلدول مشي خلاص. حقك علي، حقك علي. عيطي عيطي. والهانم عرفت ازاي بس يا فندم؟ مش عارف، انا مش عارف. تلاقيها واحده من اصحاباتها شافتني وانا داخل الاوتيل، قالت لها اولاد محروس
عمل لي فيها هول ليلة، فضحني في كل حتة. إن ما وريتك يا محروس مبقاش أنا مذكور. اطلب لي وزير الداخلية. أنت جيت يالا؟ مساء الخير يا باشا. والله العظيم يا باشا، ولا ليك عليا يا مين، أنا ساعة ما بشوفك بحس بحنين للماضي البغيض. إزاي زيزي؟ انتباه يا روح أمك. عريف محروس مطاوع دخخني، أنت متهم بالقيام بأفعال كان من شأنها الآتي: أولا إثارة الضغائن والبغضاء بين طوائف الشعب، ثانيا إشعال الفتنة الطائفية مما يؤثر على الوحدة الوطنية بين عنصري الأمة، ثالثا التهديد بقطع المعونة الأمريكية عن مصر مما يؤدي إلى زعزعة الاقتصاد القومي، رابعا تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة مما يعوق مسيرة السلام، خامسا الاعتداء السافر على المسطحات المائية مما يلوث البيئة وأدى إلى تفجير ماسورة شبرا، سادسا التعتيم على مفهوم العولمة والشرق أوسطية مما أدى إلى البلبلة بين الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وبناء على ما سبق تقرر إيقافك عن العمل وتقديمك للمحاكمة العسكرية. انصاف. سعادة الباشا يا معالي الوزير، انا ما عملتش حاجة يا باشا، انا بحب كل الطوائف يا باشا يا باشا. وبعدين ده انا بحب البيع قوي يا باشا، انا عمري ما زعلت البيع دي. ده انا مش كنت بهشلك الدبان، انا كنت برش معاه كل يوم قدام بيت طبيعي. والمصوره حلو وربنا يخلينا كل المواسير. وبعدين مالها المساعده الامريكانيه يا باشا؟ دي حسنه مخفيه رزق وجد، ويا ريت توزعها على الشعب نفر نفر بدل بقى القيل والقال والكلام الفارغ اللي ملوش لازمه. اما بالنسبه للسلام، ده انا بحب السلام قوي. انا دايما اقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. في سؤال عايز اساله يا باشا، ايه هي العولوه دي؟ اصلهم بيقولوا اللي انا عتمته. انا ما عتمتش حاجه يا باشا، واذا كنت عتمت حاجه نورها تاني. ليه يا باشا كده يا باشا؟ وانا عملت فيك ايه؟ ده انا محروس بتاعك يا باشا.